أنا مواطن مصري من دمياط فلاح، بدعم الرئيس السيسي بسبب إنجازات عملها للفلاح المصري من استصلاح أراضي 4,500,000 فدان على مستوى مصر جميعا، وعمل تبطين للترع في ظل مبادرة حياة كريمة، عمل تبطين لجميع الترع، وفر على الفلاح جهد وتعب بعد إزالة الحشائش ومخلف الطين الموجود في الترع يعطل مسار الطريق، يعتبر وسع الطريق للفلاح وريحه من إزالة الحشائش، وعمل عمل كتير للفلاح. وحتى الزراعة هي يعني احنا في قلب محصول قطمة هوت حضرتك، ما شاء الله ان شاء الله انتاجية مبشرة بالخير في ظل خيادته. الحمد لله والشكر لله، الفلاح حس ان في خير قادم، عمل تبطين وعمل علاج للفلاح في فيروس كورونا المستجد اللي يعطل عجلة الانتاج، هو وفر العلاج للفلاح المصري وعلاج فيروس سي تعالج الفلاح، مبادرة 100 مليون صحة. فما ننساش الشغل ده كله، الفلاح ما يضيعش عنده المجاملات دي كلها اطلاقا. فان شاء الله باذن الله احنا بندعمه كفلاحين مصر بكل قوة، من خلال دعمه لنا احنا هندعمه ان شاء الله في الانتخابات القادمة 24-30 لإكمال مسيرة التنمية في مصر الحبيبة.